نفسك تروح الحته التانيه اللي كنت ناوي فيها؟ اه اكيد. حاسس دلوقتي ان طبيعي انك تستحقها؟ انا ما اعرفش ايه الحته، ما اعرفش ايه معاييرها الصراحه، فمش عارف اقول لحضرتك انا اه اللي ولا لا معايير ما طيب، تقلقش. وحضرتك اللي تقول لي انا استحقها ولا لا. مش انا. اكيد اكيد تستحقها ربنا يخليك يا بتعب كابتن. وبمجهود. الشناوي زي ما انت قلت حارس مرمى، حارس مصر الاول، حارس طبعا كبير، حارس رقم طبعا واحد. قدرت انت في وقت صعب ان انت تتحط جنبه، قدرت ان انت تكون موجود في الحته الثانيه. فنيا مستوى عالي جدا، اخلاقيا مستوى عالي جدا، ربنا يخليك يا متواضع كابتن. جدا، كلامك مرتب مركز، عارف بتقول ايه، كلمه ما بتطلعش غير بحساب. عايز تخرج من المباراه كلين شيت، وعايز تخرج من الحوار كلين شيت، وده اكتر حاجه انا يعني بفهمها وبتسعدني، لان الكلام ساعات يوصلك ويعليك ويزودك، وقله الكلام او كتر الكلام دايما يوديك في سكه مش كويسه. الناس دايما لما بتبقى على طبيعتك بتحكم عليك، والناس بتحب اللعيب باكج، يعني بتحب اللعيب باخلاقه بادبه بكلامه، وممكن الناس تحبك 40% على ادائك وتحبك 60% على اخلاقك. عشان كده الناس وهي بتتكلم دلوقتي قال كل ما بيظهر وبيتكلم بنحبه اكتر. انا برضه كابتن واخد الصراحه عهد على نفسي ان انا مش حابب اظهر كتير، يعني حابب اظهر لما الواحد يبقى عامل حاجه كويسه ممكن يطلع يتكلم على اساس، عشان حتى تلاقي كلام تقوله، لكن هطلع هنا وهطلع هنا الكلام هيخلص، هتبقى انت فعلا كان شوبير كلمك قال لك يا عم دخل؟ قلت له لا. ليه؟ مش عارف، ما حسيتهاش تبقى حاجه لذيذه، ما يعني كان احساسي في ساعتها ما اعرفش. طب ومقرص عليك شويه والخولي كلمك ووليد وبتاع، ما جاش معاك اي حاجه؟ لا بصراحه ما ضميرك ما انبكش؟ ما فيش الكلام ده في البيت بقى، انا قلت له نبقى نتصور على فكره ده من اصح القرارات اللي انت خدتها. بجد؟ طبعا، ومكان كان اخوك موجود اهو، عشان فاهم قصدي، ربنا يخليك يا اي وقت كابتن، تبقى عايز تتكلم ده شرف تيجي، ليا يا اي كابتن، مداخله فاهم، سيبك خالص من قصه ده كابتن شرف ليا. شوبير وهي ده. كده كده في بيتها يعني. احنا في نفس البرنامج، احنا نتمنى انك ما تتكلمش احنا معاه في نفس خالص يعني. البرنامج. لا والله يا كابتن انا اتشرفت طبعا ان انا مع ده شرف حضرتك، ليا، شرف ليا. وفي حاجه برضو لازم اتكلم فيها، ان لازم اشكر جمهور النادي الاهلي. جمهور معايا يعني، احنا اتكلمنا ان كان في انتقادات في الاول في كل حاجه، بس لازم ندي الجمهور حقه. الجمهور دايما ورانا في كل الحتت اللي بنسافر فيها، دايما طبعا ورانا بشكل شخصي. لما ملحمة. اتكلمت حضرتك على ماتش الوداد، ماتش الوداد عملوا معايا ملحمه بمعنى لا ملحمه، والماتش اللي فات والماتش اللي فات لا، هو لا جمهور نادي الاهلي بصراحه هو الدعم الاكبر لينا.